تشوفون هذا الطير اسمه باللغة الإيطالية بابغالو. بابغالو، والإيطاليين يختصرونها بابغا، وكلمة بابغا هي نفسها ببغا. يعني مين اللي أخذها من الثاني؟ العرب أخذوها من الإيطاليين ولا الإيطاليين أخذوها من العرب؟ معلش نكمل في السيارة لأن المكان مليان حيوانات وأنا معي حساسية في الصدر. كلمة ببغا كنت أعتقد أنها من الكلمات اللي استخدمها العرب في القرون الأخيرة، يعني متأثرين باللغة الإيطالية. إحنا مثلاً اليوم نستخدم كلمات كثيرة إيطالية، يمكن البعض ما يعرف، مثل صالة، نوتا، فاتورة، لمبة، بانيو. طبعاً بانيو بالإيطالية هي الحمام كله، لكن إحنا خليناها مقتصرة على المغطس. أيضاً عندك بنادورة اللي هي أصلها بومادورو باللغة الإيطالية، وكذلك أناناس. كلمة نمرة، النمرة غلط، هي أصلاً برضو باللغة الإيطالية نوميرو، وكلمات كثيرة. إلى أن اكتشفت أن الجاحظ في كتاب الحيوان تحدث عن الببغة وقال: ناسي الاقتباس، قد تتهيأ للغرباني من الحروف ما لا يفهمه الببغة. فقلت ليش ما يكونون الإيطاليين أو الروم قديما هم اللي أخذوها من العرب، مثل ما أخذوا كلمة إبريق. الآن إبريق باللغة الإيطالية كلمة مستخدمة، إذا رحت هناك اطلب إبريق شاهي. ولكن لما رحت اليونان اكتشفت أن اثنين هم أخذينها من اليونانيين، لأن اليونانيين عندهم كلمة زي السبة، يعني بابغوس، يعني الشخص اللي يردد الكلام بس وما يفهمه، هذا معناها باليوناني، وهي اللي راحت للاتينيين بابغالو، وصلت إلى العرب ببغة. أنا أحب تطور اللغات عن طريق الاحتكاك بين الحضارات، اللي المهتمين فيه راح يتفاجئون من كلمات كثيرة.